هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى من الأحاديث العجيبة ما أحراك بها أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. هذا الحديث رواه النسائي بإسناد صحيح. هذا الحديث أيها الأكارم فيه دلالة على فضل سقاية الماء ونشر هذا العمل بين الناس. الماء مهم لكل البشر بل للحيوانات. وإذا تأملنا قصة المرأة البغي التي سقت الكلب، نزلت في البئر وسقت الكلب، وأنت تعلم المعاناة التي تكون لمن ينزل البئر ثم يصعد ثم تقدم قطرات من الماء في حذائها لذلك الكلب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى شكر لها ذلك، قال: فشكر الله لها وغفر لها. يا سبحان الله، مجرد سقاية كلب تفوز تلك المرأة بالشكر الإلهي والمغفرة الربانية لذنوب الفواحش التي كانت تعملها. يا فضلاء، يا كرام، يا إخوة، يا أخوات، سقي الماء عمل جليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث لما قال: سقي الماء لمن أراد أن يتصدق عن أمه، فلا بد أن ننشر مثل هذا العمل. عندنا برادات في المساجد نشتري لها علب الماء، في بعض البلاد الفقيرة يحتاجون إلى آبار. ساعة الله سيخنا كما رأيت الماء صافي وممكن أن نشرب به. الماء صافي الحمد لله في داخل الدير كما رأيت الشيخ يشرب بالماء. ماء صافي وممكن أن نشرب به الحمد لله. الناس فرحون وموجودون. جزاكم الله خير الجزاء، نسأل الله تبارك جزاكم وأن يكون لكم في ميزان حسناتكم في الدنيا والآخرة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا الماء الحمد لله ماء صافي وممكن شرب وما أشبه ذلك. جزاكم الله خير الجزاء كما رأيت الماء الحمد لله صافي الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما رأيتم هؤلاء يشرب بالماء إن شاء الله تبارك هم فرحون وما شاء الله نسأل ذلك. نسأل الله تجزيهم وأن يكون لكم في ميزان حسناتكم في الدنيا والآخرة. كل واحد يأخذ الماء كما رأيتم ماء صافي الحمد لله. جزاكم الله خير الجزاء وسهلا. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ هل لك سر عند الله؟